إطار الجهود الموسمية والأهلية لدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، نظم ملتقى اسطنبول بالتعاون مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي حلقة نقاشية بشأن توزيع الثروات الطبيعية بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. الحلقات النقاشية هي أولا لصالح الوطن، من حيث أن هذه النقاشات تبرز النصوص الدستورية التي تهم هذا الشعب، وبالتالي طرحها على لجنة صياغة الدستور. ناقش الحاضرون عددا من القضايا كحرية التجارة والاستثمار لخدمة الاقتصاد الوطني وطرق متعددة لتوزيع الثروة والإيرادات بين الدولة الاتحادية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في حكومة الوفاق. هناك الأشخاص الذين تولوا إدارة الدولة وفقا لهذه المبادرة الخليجية كانت إدارة سيئة بكل ما تعنيها الكلمة السيئة، وبإمكانكم أن تنزلوا إلى الشارع وتتقصوا حقائق الناس، ستلمسوا ذلك بجراء. إدارة سيئة جدا وقدمت نموذج سيء جدا، لأنه لم يتم محاسبة أي مسؤول سابق، أي نهابين، أي فاسدين في الإدارة في الحكومة الوفاق الوطني. وعرض عدد من المشاركين تجارب الدول الاتحادية في منح المناطق المنتجة للثروات الطبيعية وملكيتها وآلية توزيع الموارد المالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم بما فيها النفط والغاز. حدد البرلمان الاتحادي موازنة الدولة الاتحادية، فما تبقى من الموارد السيادية وهي حدود 50% افترضناها أن تعاد توزيعها بعد أن يستقطع نسبة ما بين 1 إلى 5% من العائدات هذه للأقاليم أو الولايات المنتجة فيما يسمى تحت بند حماية بيئة، ثم ما بقي من الموارد توزع بين الأقاليم أو الولايات في الجمهورية اليمنية. الثروة الطبيعية ومصادر الطاقة في باطن الأرض أو على سطحها ومياهها جميعها ملك للشعب، وتحتاج إلى خطط حكومية ناجحة لتنميتها بما يخدم مصالح أبناء الشعب. محمد العنتري، اليمن اليوم، صنعاء.